Algerian Meteorological Viewer من بين التطبيقات التي ابتكرها إطارات الديوان الوطني للأرصاد الجوية التي تساعد في اتخاذ القرارات والحصول على الإنذارات الجوية في وقتها المحدد. اليوم يعني الديوان الوطني وصل ديفلوبي دي زابليكاسيون اللي كانت تشرها من قبل من الخارج، وصلنا لإنجاز عدة منصات رقمية لكي نساعد المتنبئ يعني بور بيان اكسبلواتي يعني لي دوني هادو ميتيرولوجيك. نظام الإنذار المبكر في الديوان الوطني للأرصاد الجوية يتمثل في خارطة اليقظة بمستوياتها المختلفة لكل عناصر المناخ، والذي يندرج ضمن أنظمة الإنذارات الجوية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. الديوان الوطني للأرصاد الجوية من خلال هذه الخريطة منخرط بشكل مباشر في الإنذار المبكر الذي تمتلكه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والجزائر تعتبر من بين 60 دولة المنطوية تحت هذه المنظمة التي تمتلك هذه الخريطة وتشارك بصفة مباشرة في هذا الإنذار المبكر. بفضل هذه الكفاءات رجعنا من فورميو الدول الإفريقية، منها موريتانيا ومنها تشاد كويتي فورمي، وهذا عبر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وفي هناك بلدان أخرى تنتظر باش نفورميوهم. حققت مصالح الأرصاد الجوية قفزة نوعية في إطار التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، تمكنها من الابتعاد عن التبعية الخارجية، وتساهم أيضا في ترشيد النفقات، كما تنصب أيضا في تحسين نوعية خدمات الأرصاد الجوية عامة والتنبؤات الجوية خاصة.